فإننا يجب أن نؤمن بشكل دائم بأن العمل من أجل المستقبل هو مسؤولية الجميع، وأن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة المواطنين هي السبيل الأفضل نحو تحقيق الأهداف، وأن المصلحة الجمعية للوطن يجب أن تعلو على أي مصلحة. السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر، إن برنامج الحكومة المصرية للفترة من عامي 24-25 إلى عامي 26-27 الذي وضعنا له عنواناً معاً نبني مستقبلاً مستداماً يقوم على استكمال البناء والتطوير ليضمن حاضراً أفضل ومستقبلاً مستداماً للأجيال القادمة، ونسعى من خلاله إلى العمل على 4 محاور رئيسية، وهي على النحو التالي: المحور الأول المعني بحماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية. يتضمن هذا المحور العمل على تحقيق الأمن القومي بمفهومه الشامل، بما يضمن حماية وأمن واستقرار الحدود ودعم القدرات العسكرية لجيشنا في مواجهة التهديدات، وتعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود والإتجار بالبشر، فضلاً عن تطوير السياسة الخارجية لمصر وتعزيز دورها في محيطها العربي والأفريقي والدولي، بالإضافة إلى تعزيز مشاركتها في المنظمات الدولية. ونؤكد على مواصلة الدبلوماسية المصرية جهودها في مختلف المحافل الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، لا سيما في إطار الأمم المتحدة، وتطبيق مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب تشمل كافة المحاور الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والفكرية والثقافية والتعليمية، والتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية لمكافحة الإرهاب والوقاية منه وبناء قدرات الدول في هذا المجال. نحرص على الاستمرار في تعزيز العلاقات المصرية العربية سواء مع دول الخليج أو مع دول المشرق والمغرب العربي، وكذلك دول الجوار الجغرافي على المستوى الثنائي وعبر جامعة الدول العربية، اتصالاً بالأهمية الاستراتيجية لتلك العلاقات وباعتبارها صمام أمن المنطقة وشعوبها ككل، وبهدف صيانة والحفاظ على الأمن القومي العربي، مع المبادرة نحو التفاعل والإسهام قدر المستطاع في تشكيل توازنات إقليمية والاطلاع بأدوار وساطة بما يسهم في ترسيخ موقع مصر كفاعل رئيسي في المشهد الإقليمي. خلال فترة البرنامج سنسعى بجدية لتعظيم الشراكات الاستراتيجية الدولية والتجمعات الدولية التي انضمت إليها مصر حديثاً، فالانضمام إلى هذه التجمعات والتحالفات الدولية يعزز من موقف مصر على الساحة العالمية، ويتيح فرصاً جديدة للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما تدعم التنمية المستدامة وتحسين الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، وتساهم في تبادل الخبرات والتكنولوجيا، وتعزز القدرات الوطنية لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة.